يا مساء الخيرات حبايبي ومتابعيني. اليوم أنا وإنتو رح نكون في دولة أوروبية جميلة واللي هي فرنسا. رح نسمع تفاصيل قصة مثيرة أخذت صدى واسع على وسائل الإعلام الفرنسية، لكن كالعادة بعد الفاصل نسمع. ورح أبدأ معكم بهالفيديو لهالشخص الموجود أمامنا، اسمه جوناثان دافا، عمره 33 عام. هو منهار تماما، بيحكي عن زوجته اللي فقدها، بيحكي عنها العديد من الأشياء اللطيفة زي إنه حب الجري والسباحة هو الشيء اللي جمعهم مع بعض. كمان بيحكي إنه هي كانت الداعم إله، الأكسجين اللي يتنفسه والقوة اللي خلته يوصل لزي ما بنحكي الحدود القصوى داخله. وبيكمل جوناثان إنه هو كان يستمد الطاقة من خلال النظر في عيون زوجته، وهي بالمناسبة نفس الشيء، واضح عليه التأثر لوفاتها. وبالمناسبة الموجودين بجانبه هم والدها ووالدتها بيدعموه، لأنه واضح أنه هو منهار بسبب هاي الوفاة. وخليني أعرفكم على أفراد العائلة. هالفتاة الجميلة الموجودة أمامنا هي أليكسا دافال، عمرها 29 عام، متزوجة من جوناثان دافال وعمره 33 عام، بعيشوا في واحدة من القرى الفرنسية الصغيرة الجميلة في منطقة شمال شرق فرنسا. أليكسيا واللي كانت تعمل في مجال البنوك التقت بهالشاب جوناثان من خلال بعض الأصدقاء. هو يعمل في مجال الكمبيوتر، يبدو أنه هو إنسان خجول جدا. هي بتتخذ الخطوة الأولى، بصير بينهم علاقة بتستمر على مدى 10 سنوات تقريبا. والد ووالدة أليكسيا بيعيشوا في نفس المنطقة، الوالد اسمه جون بيير، الوالدة اسمها إيزابيل. هلا هم معروفين في هالقرية الصغيرة لأنه عندهم كافيه صغير موجود في المكان. من أول ما تعرفت بنتهم أليكسيا على هالشاب جوناثان، هم بدوا يعتبروه ابنهم تماما. وبتاريخ 27 أكتوبر من العام 2017، هالفتاة الجميلة أليكسيا جوناثان زوجها بمضوا فترة المساء مع والدها ووالدتها، بيعملوا شيء بسموه سواري راكليت أو راكليت، هو زي ما بعرف كأنه طبق مميز. حتى عرفت أنه في العديد من الدول الأوروبية الأساس فيه هي الجبنة الذائبة أو السائحة، بيأكلوا كميات كبيرة منها لدرجة أنه البعض منهم بيبدأ يحس بالغثيان. ما كانت هالفتاة لوحدها في هالاجتماع الجميل، كانت معها أختها اللي اسمها ستيفاني وصديق أختها اللي اسمه غريغوري. وبعد ما يأكلوا هالكمية اللي المفروض بتكون ضخمة من الجبنة ومنوعة، الساعة 11:30 بغادروا المنزل جوناثان مع زوجته أليكسيا 11:30 تقريبا. في صباح اليوم التالي هو بيصحى الساعة 7، هي بتصحى الساعة 9، وبتبدأ رحلة الركض الصباحية. 9:15 بتبعت مسج لأختها بتأكد عليها إنه إحنا رح نلتقي حسب الموعد اللي اتفقنا عليه. المفروض إنه في هاليوم أليكسيا مع أختها ووالدتها يروحوا رحلة تسوق بسيطة، تعرفوا يستمتعوا بوقتهم مع بعض. الساعة 10:10 في صباح نفس اليوم جوناثان بمر على الكافيه اللي لأفراد العائلة في المنطقة، بيحكي مع جون بيير واللي هو الوالد، بيحكي له انه هو شوي خايف على زوجته لأنه حاول يتواصل معها يرن عليها ما بترد عليه
أبدا. الوالد بيطمنه لجوناثان إنه ممكن هي التقت بأحد الأصدقاء وتأخرت شوي، لا تخاف الأمور طيبة. بيغادر هالكافيه وبيبدأ ينتظر لفترة أخرى، لكن بتتأخر أكثر. هنا هالزوج الحنون والطيب بخاف عليها فعلا، بيروح هالمرة على زوج أختها أو صديق أختها واللي اسمه غريغوري، وبيحكي له إنه هو خايف لأنه ما بترد على تليفوناته نهائيا. جوناثان لما يروح على غريغوري بيكون في حالة منهار مهستر، يعني بيبكي تقريبا إنه أنا بحاول أتواصل معها من ساعتين وهي ما بترد علي أبدا. هلأ غريغوري بيحاول يهديه إنه خلاص يعني راح نشوف لك حل ولا يهمك. بياخده بسيارته وبيبدوا يتجولوا في أنحاء هالقرية الصغيرة يبحثوا عن هالفتاة الجميلة واللي هي أليكسيا، وما بعرف ليش زوجها خايف عليها لهالدرجة. الساعة 11:30 تقريبا بيرجع جوناثان مع غريغوري على المنزل حتى يشيكوا عليها، منزلهم يعني، حتى يشيكوا عليها يمكن هي رجعت خلال الفترة اللي هم بيبحثوا فيها. يعني تخيلوا هم يمكن بلشوا يبحثوا الساعة 10:30 11 مثلا، ما إلها فترة طويلة غايبة عن البيت. بيدخل جوناثان على البيت ينادي عليها، ما في أثر إلها نهائيا. بعد هيك بيروحوا على المستشفى الوحيد الموجود في هالقرية، أيضا ما بتكون موجودة، بيتوقعوا يمكن صار معها حادث أو شيء. لما خلاص ييأسوا الساعة 12:30 بيروحوا على مركز الشرطة حتى يخبروا عن اختفائها، يعني هي إلها مختفية 3 ساعات فقط. الغريب إنه مركز الشرطة بيتفاعل معهم سريعا لأنه صايرة أكثر من حادثة في مناطق مجاورة، سيدات يروحوا يركضوا ويعملوا تمارين الصباح وبعد هيك يختفوا بعد عدة أيام، يحصوا إنهم متوفيين مقتولين ومرميين في أماكن قريبة. لهيك رجال الشرطة بيتحركوا سريعا وبتبدأ عملية بحث عن هالفتاة الجميلة أليكسيا. الساعة 2:00 بعد الظهر بتكون طائرات الهليكوبتر منتشرة في الجو، الغواصين في المياه، الكلاب على الأرض، والكل يبحث عن هالفتاة أليكسيا. والصراحة أنا جدا عجبوني رجال هالشرطة الفرنسيين، لأنه معروف يا جماعة باللحظات الأولى يعني الساعات الأولى للاختطاف، إذا كان في اختطاف أصلا هي ساعات حاسمة، لأنه خلالها أو بعد عدة ساعات بالعادة الأشخاص اللي بيختطفوا بيقتلوا الأشخاص المختطفين. في كل الأحوال بينتشروا رجال الشرطة، أفراد العائلة، الأصدقاء في عملية بحث ضخمة عن هالبنت الجميلة. بالإضافة لرجال الشرطة 300 شخص من هالقرية شاركوا في عملية البحث عن هاي البنت، لكن للأسف الشديد وبعد يومين من عملية البحث المكثفة بتم العثور على جثة أليكسيا موجودة في الغابات، واضح إنه هي ضربت حتى الموت وجزء من جسمها تعرض للحرق. مباشرة بتم تحويل الجثة على الطب الشرعي اللي بيأكد إنه هاي البنت ضربت أكثر من ضربة قوية على رأسها، بعد هيك تم خنقها باستخدام الأيدي، وأيضا كان في محاولات حتى يحرق وجهها والمنطقة الحساسة في جسمها. على طول بيخطر على بال رجال الشرطة إنه بتعرفوا هاي النوعية من الجرائم اللي إلها علاقة بالاعتداء وغيره. لكن الغريب لما يفحصوها الطبيب الشرعي بأكد إنه ما في اعتداء، ما في أدلة على وجود سوائل بيولوجية أو غيره. يبدو إنه الشخص اللي قتلها بيحاول يظهر الموضوع على إنها من نوعية مختلفة. أيضا من خلال فحص الدم بيتم التأكد إنه في عدة أدوية موجودة في جسمها. ما تتخيلوا ردة فعل المجتمع الفرنسي، القرية اللي بتعيش فيها على هالجريمة البشعة.
وبتنتشر حالة من الخوف خصوصا بين الناس اللي متعودين يعملوا هاي الاكتيفيتيز جوجينج والركض وغيره. في كل الأحوال أفراد عائلتها لأليكسيا ناس معروفين في المنطقة بسبب الكافيه، جميع أهل القرية بيلتفوا حول عائلة هالفتاة أليكسيا وأيضا زوجها اللي هو منهار تماما جوناثان. وبتاريخ 5 نوفمبر بصير مسيرة ضخمة داخل هاي القرية، عدد الناس المشاركين فيها تقريبا 8000 شخص، مسيرة صامتة كنوع من التكريم لها الفتاة الجميلة. خلال هاي المسيرة الزوج منهار تماما اللي يدعمه من الطرفين هم والدها ووالدتها، يعني واحد ماسكه من اليمين واحد ماسكه من اليسار. في نهاية هالمسيرة الوالد بيعمل خطاب الوالدة وأيضا جوناثان وبيحكي هالكلمات اللي حكيناها في بداية الفيديو، واضح عليه التأثر الألم، ومع ذلك هو المجتبى فيه الرئيسي بالنسبة لرجال الشرطة. هلا ليش هو المجتبى فيه الرئيسي؟ لأنه هو آخر شخص شاف الضحية، لأنه هو الزوج، ولأنه بعض الجيران سرب لرجال الشرطة بعض المعلومات. طبعا هم خلال هاي الفترة بيكونوا ابتدوا عملية السؤال والتحقيق. من ضمن المعلومات اللي بيعرفها رجال الشرطة إنه الساعة 1:26 صباحا في سيارة غادرت منزل العائلة. هلا ليش هالجار عرف إنه في سيارة؟ لأنه على باب الجراج في عنده زي غطاء للمجاري اللي هو جوناثان، لما السيارة يعني تكون فوق هالغطاء بتحدث صوت عالي، لهيك هالجار صحي وسمع صوت وكان متأكد إنه في سيارة غادرت المنزل. طبعا ليلة اختفاء أليكسيا مباشرة بعد هاي المعلومة بيسألوا لجوناثان إذا يعني غادروا المنزل الساعة 1:30 صباحا بليلة اختفائها. هو بيحكي أبدا إحنا كنا نايمين في سابع نومة، لكن هو ما بيعرف إنه سيارته فيها جهاز GPS وبتم التأكد من خلال هالجهاز إنه أبدا ما كان في البيت بهالتوقيت بالذات. بالإضافة لذلك هم بيكونوا أخذوا آثار إطارات سيارة كانت موجودة في مسرح الجريمة، المكان اللي عثروا فيه على الجثة. هلا لما يقارنوا هاي الآثار مع إطارات سيارته بتكون مطابقة. السؤال ليش هو بيكذب؟ بعد 3 شهور على هاي الحادثة وبعد ما تركوا أفراد العائلة يحزنوا بطريقتهم بتم القبض على جوناثان. ما تتخيلوا ردة فعل الوالد والوالدة اللي هم والد ووالدة أليكسيا، بيكونوا مستائين جدا ويعني متأكدين إنه في غلط في الموضوع، مستحيل إنه هالشخص اللي هو جوناثان يكون هو السبب في مقتل بنتهم. مباشرة بيبدوا يواجهوه بعدد كبير من الأدلة اللي هم جمعوها خلال الفترة السابقة. من ضمن هاي الأدلة آثار إطارات السيارة اللي ما كانت تبعد أكثر من 15 متر عن مكان وجود الجثة، بالإضافة لذلك الشراشف وغطى السرير اللي كان يلف جثة زوجته بالتأكيد كان من بيته. وأكيد في البداية بده ينكر كل هاي التفاصيل، لكن هم بيستمروا في التحقيق معه على مدى 30 ساعة تقريبا من الضغط. في النهاية بينهار وبيبدأ يعترف. وانتوا فقط تخيلوا ردة فعل الوالد والوالدة لما يعرفوا انه هم على مدى 3 شهور السابقة كانوا يدللوا ويهتموا بهالشاب اللي اسمه جوناثان، يحاولوا يواسوه ويصبروه، وفي النهاية هم كانوا يهتموا ويدللوا بقاتل بنتهم. وطبعا هو بيدعي انه مقتلها كان حادث خطأ وما بعرف كيف خنقها، ضربها على راسها، حرق وجهها والمناطق الحساسة، وكل هالشيء خطأ. في كل الأحوال بوجهوا له التهمة وبتبدأ المحاكمات.
خلال هاي المحاكمة بيبدأ المحامي يلومها هي على اللي صار. الضحية أليكسيا بيحكي عنها بطريقة إنه هي صعب التعامل معها، أحيانا بتكون متطلبة، أحيانا أخرى كثيرة بتقلل من احترامه لجوناثان، وبتكون تعاملها سيء جدا معه. بيكمل المحامي إنه في ليلة الحادثة هي جاوزت الحدود، بدت يعني تغلط عليه، تعنفه. في النهاية هو حاول يسيطر على الوضع، وضع إيده على رقبتها حتى يعني يكون هو في مكان السيطرة، لكن يبدو أن الأمور خرجت عن السيطرة وفي النهاية اتوفت. أيضا المحامي بيبدأ يحكي عن فترة الطفولة الصعبة اللي عاشها هالشاب اللي اسمه جوناثان وهو صغير، تقريبا عمره 2 سنين. صار الطلاق بين والده ووالدته، بدأ يعيش مع والده، ولما صار عمره 12 عام أيضا والده توفى. بالإضافة لذلك هو كان يعاني من العديد من المشاكل الصحية، وأكيد أنتم عارفين بصير مطالبات بأنه ينعمل لهم زي تقييم نفسي. في النهاية في صيف العام 2018 واحد من الأطباء بيحكي عنه أنه إنسان عنده كمية كبيرة من الغضب والعدوانية. وبيكمل هالطبيب النفسي وبيشبهه بالحرباية اللي عندها قدرة على التغير والتلون بحسب البيئة المحيطة فيها. بيحكي عنه انه عنده متلازمة، يمكن حكينا عنها سابقا في فيديو سابق، واللي هي متلازمة الرجل القصير. الناس او الرجال اللي دايما طولهم شوي اقل من الناس العاديين بيطل عندهم نوع من المشاعر الغريبة، وما بعرف الصراحة شو سبب وجود هاي المشاعر. أتوقع لو الإنسان حاول يكون قوي من الداخل ما بهمه المظهر أبدا. وخليني أحكيكم شغلة الصراحة ملحوظة جدا بين الأطباء اللي عادة هم أقصر من الناس الثانيين، صراحة جماعة غير عاديين أبدا، بيحاولوا دايما يستفزوا الطلاب، يعني يسيئوا لهم، دايما يكون صوتهم عالي، وكأنه بيحاولوا يغطوا على الطول بأشياء أخرى، مع أنه هم ناس متعلمين، ناس يعني واصلين مرحلة جيدة، لكن يبدو أنه هالعقدة فعلا هي واقع وحقيقة. طبيب نفسي آخر بيحكي بطريقة إنه هالشخص بيعاني من شيء بنسميه اضطراب الوسواس القهري. بيحكي إنه هالشخصية بالذات، مش طبعا جميع الأشخاص اللي عندهم اضطراب الوسواس القهري، لا، هو كشخصية من النوعية اللي ممكن ينفجر فجأة. بيحكي كمان إنه كل هاي الأمور سببها هي الطفولة الغير عادية اللي عاشها جوناثان، طفولة مضطربة. هلا واضح انه بالفترة الاخيرة كان فعلا بدأت تظهر اعراض هالشخصية المضطربة عنده لجوناثان، لانه بالفترة الاخيرة صار بينهم عدة خلافات حول موضوع انه هي بدها يكون عندها بيبي وهو رافض الفكرة تماما. من الأدلة على أنه هو مش مهتم بموضوع البيبي أنه هي كانت تروح عدة زيارات على الأطباء تبحث في هالموضوع وهو غير مهتم أبدا. هو بالفترة الأخيرة بيبدأ يدعي أنه هي صارت عصبية، دائما متوترة، أحيانا تغلط عليه، أحيانا كثيرة تغلط عليه، وأحيانا حتى تضربه، بعد هيك تدخل في حالة من اللاوعي وتكون ناسية تماما الشيء اللي عملته في الليلة السابقة. على كل الأحوال بتم التأكد إنه جزء كبير من هالكلام ممكن يكون صحيح، لأنه تم العثور على بعض الرسائل النصية هي بعتيتها له، فيها نوع من الإهانة، فيها تلميح إنه أنت غير قادر على إنك تعطيني طفل، إنه أنت ما عندك فيرتيليتي، وهاي السوالف اللي أحيانا بتكون الصراحة صعبة على نفسية الرجل.
بالمناسبة هو خلال فترة التحقيق معه بيعترف بتفاصيل كثيرة، من ضمنها إنه هو اللي أشعل النيران في جسدها. بالتأكيد هو مين غيره، يعني هو ضربها عدة ضربات قوية على رأسها باستخدام قدمه، وبعد هيك خنقها. الغريب إنه في موعد المحاكمة فجأة بيسحب كل هاي الاعترافات، بيبدأ يحكي بمنطق مختلف تماماً. تخيلوا شو بيحكي أمام القاضي، إنه هو صحيح كان موجود في المنزل لكن هو ما له علاقة بجريمة القتل، هاي البنت قتلت في منزل أفراد العائلة، ومين هو القاتل يا ترى؟ هو زوج أختها غريغوري. هي دخلت في حالة من الغضب، في حالة من الجنون، وهو حاول يهديها هالشخص اللي اسمه غريغوري، بعد هيك هو خنقها. جميع أفراد العائلة الموجودين اتفقوا على أنه يغطوا على هاي الجريمة، وهيك اللي صار، أخذوها ورموها في هالمكان وهو ما له علاقة أبدا. جميع أفراد العائلة بيكونوا في حالة من الصدمة، إنه شو اللي بيحكيها الشخص، بيجمعوهم فيه على أساس إنه يتفاوضوا ويفهموا شو الموضوع، لكن هو بيكون مصر على نفس القصة، ومين المخطط الرئيسي ومين اللي رتب كل هاي التفاصيل، هي أختها زوجة غريغوري. وبتعرفوا في حالات زي هيك بيحاولوا يواجهوا الأطراف ببعض، في النهاية بيحاولوا يواجهوا واحد واحد، وهو مرة ثانية، مرة أولى ومرة ثانية، وهو ما زال مصر على نفس القصة. أخيرا اللي بيواجهه هاي المرة هي والدة أليكسيا، واللي هي إيزابيل. هاي المرة إيزابيل بتحكي له إنه تطلع في عيوني، بتكون حاملة صورة إيزابيل وصورة القطة اللي تخص أفراد العائلة، بتحكي له بس أنت تطلع في عيوني واحكي لي اللي صار. فجأة هالشاب بينهار عند أقدام إيزابيل، بيبدأ يعترف بالتفاصيل مرة أخرى وبأنه هو المسؤول عن جريمة القتل. الآن أفراد العائلة بعد ما يتأكدوا أنه هو الشخص القاتل بيبدوا يبحثوا في تفاصيل أخرى. بتاريخ 11 ديسمبر من العام 2019 بيطالبوا بالمزيد من التحقيق، لأنه بيكون عندهم إحساس أنه هو كان مسممها قبل فترة على وفاتها. وبتتذكروا فعلا احنا حكينا لما فحصوها وجدوا العديد من الأدوية في جسمها، وجدوا عندها ترامادول، وجدوا أدوية تتعلق بالنوم، منومات يعني، بالإضافة للزولبدم. كل هاي الأدوية ممنوعة أصلا في فرنسا، ومستحيل تكون هي تناولتها برغبتها وإرادتها. وبالمناسبة واضح إنه هي موجودة في جسمها على مدى يعني عدة شهور، ممكن توصل لعام تقريبا. وأكيد أنتوا فاهمين الفكرة اللي بحاول يحكيها أفراد العائلة، إنه هو على مدى العام الماضي كان يحاول يقتلها من خلال هاي الأدوية، لأنه حتى بالفترة الأخيرة كان جرعة أعلى من هاي الأدوية موجودة في جسمها، طبعا هالشيء من خلال الفحوصات. وهنا أفراد العائلة ما بعرف بيحكوا بطريقة إنه في النهاية هو كان يعطيها هاي الأدوية حتى يلغي موضوع البيبي، يمكن يشغلها في حالها فعلا، بالإضافة لأنها طريقة حتى يسيطر عليها. على كل الأحوال المحاكمات الرسمية بتبدأ بالعام 2020 في شهر نوفمبر، يبدو أن السابق كله كان مجرد جلسات استماع. وفي هاي المحاكمة بيعتذر بشدة لأفراد العائلة، بيحكي إنه فعلا هو الشخص الوحيد اللي كان موجود، هو لوحده اللي نفذ جريمة القتل. بيحكي بطريقة إنه أنا ما إلي عذر باللي عملته أبدا، لكن ما بيشرح لأفراد العائلة ليش هو أصلا عمل هالشيء. جوناثان بيحكي إنه في هالليلة بعد هالسهرة مع أفراد العائلة رجعوا على البيت، هي حاولت تتقرب منه، يبدو إنه بدها علاقة حميمة، هو بيرفض هالشيء،
بتدخل في حالة من الغضب، بصير بينهم نقاش وجدال، وبتعرف وبتدخل التفاصيل الأخرى في هالموضوع. هو بيحاول يسيطر عليها يسكتها، بياخد منه الموضوع 4 دقائق تقريبا وهو يضغط على رقبتها لحد ما يكتشف إنه هي ماتت. يعني انتوا سامعين بيحكي عن 4 minutes 4 دقائق، خلال هالمدة ما خطر عبالك تتراجع تفكر انه الشيء اللي بتعمله غلط؟ الموضوع ابدا ما له علاقة بحادث. وشو هالموضوع الخطير اللي اختلفتوا عليه؟ هي بدها علاقة انت ما بدك؟ ما بعرف وين المشكلة في انك يعني تعمل علاقة مع زوجتك تخليها سعيدة. كمان انت ممكن تكون يعني سعيد، أحسن ما تنفذ جريمة قتل في النهاية. الموضوع ما له علاقة بهاي العلاقة ولا شيء، الموضوع إنه هو عنده خطة من فترة طويلة، صار خلاف، أجت اللحظة المناسبة ونفذ الجريمة. طيب أوكي خنقتها، ليش بعد هيك حاولت تمثل في الجثة، حاولت تحرقها، تشوه وجهها؟ هالشيء دليل على أنه الموضوع ما له علاقة بالحادث نهائيا. الموضوع هو كمية من الغل والحقد اتجاه البنت اللي كانت هي زوجتك وحبيبتك في يوم من الأيام. يمكن شعور بالنقص، ما بعرف الصراحة كيف أفسر هاي الجريمة. والآن خلينا نوصل للحكم. في النهاية هو يحكم عليه بالسجن لمدة 25 عام. خلال المحاكمات اللي أخذت صدى واسع على وسائل الإعلام كان في تحليلات عدة، من ضمن هاي التحليلات أنه ممكن جوناثان يكون جيه، وهالشيء هو اللي كان يمنعه من أنه يكون له علاقات كثيرة مع زوجته، علاقات حميمة، وأنه ما عنده رغبة بأنه يكون عنده طفل. حتى هاي الأدوية اللي كان يعطيها إياها الخبراء بيحللوا والناس الصحفيين إنه هو كان يعطيها هاي الأدوية حتى تنام وما يكون مضطر إنه تطالبه بعلاقة زوجية وعلاقة حميمة. وممكن يكون هالشيء صحيح بالمناسبة إذا كان هو من الناس المثليين. الغريب إنه وسائل الإعلام يعني كانت ناس مع هالشخص وناس ضده، بعض وسائل الإعلام كانت تحكي بطريقة في النهاية إنه هي ما لازم استفزته وأهانته وأثارت هالشيء السيء اللي داخله. يا أخي إذا استفزتك وأهانتك وبدها منك علاقة وإنت غير قادر على هالشيء، خلاص اتركها وغادر المنزل، طلقها، لكن لا توصل لمرحلة إنه تحرمها حياتها وأنت تنحرم من حريتك. هاي القصة كان لها صدى واسع على وسائل الإعلام، لأنه حتى من بدايتها وسائل الإعلام لما عرفوا إنه هي قتلت بدوا يلوموها على أساس إنه هي رايحة تركض بدون ما تكون ماخدة معها وسائل الاحتياط اللي هو البيبر سبراي، هذا اللي بياخدوه برشوه على وجه أي شخص بيهاجمهم. ما بعرف أحيانا بتحس إنه حتى وسائل الإعلام بيكون إلها مواقف غريبة عجيبة. وهيك بتنتهي قصتنا لليوم، بس عندي شوية تفاصيل. من ضمن هاي التفاصيل إنه الحادثة صارت في قرية فرنسية اسمها غريل لافيل. في هاي القرية كان هو يملك منزل مع زوجته، لكن بعد وفاتها أفراد العائلة بدوا يطالبوا بهالمنزل. في النهاية وبعد معارك يعني قضائية غير بسيطة هم أخذوا البيت، لكن يبدو أنه دفعوا جزء بسيط تعويض لجوناثان. أيضا من المعلومات الأخرى اللي بحب أحكيها أنه ما انحكم عليه بالسجن فقط، هو انحكم عليه بأنه يدفع مبلغ 160,000 يورو تعويض لأفراد عائلة الضحية. هلا أفراد العائلة الوالد والوالدة بيكتبوا كتاب عن هاي الحادثة بسموه From the Inside Closer the Killer. أيضا محامي العائلة بيكتب كتاب آخر. بالفترة الحالية في بيعدوا مسلسل عن هاي الحادثة وما بتعرفوا، احتمال كبير ينعمل فيلم عنها، لأنه الصراحة هاي القضية أخذت صدى واسع جدا في فرنسا.
من التفاصيل الأخرى المهمة أنه هو قام بحرق وجهها لهاي السيدة بعد ما قتلها، أخذها على الغابات، ويبدو أنه ركز على منطقة الوجه. هل شو الهدف؟ هل هو كان يحاول يخفي هويتها، ولا في عنده حقد غير عادي على هالوجه الجميل والجسد الجميل؟ في كل الأحوال هو في البداية ما اعترف بأنه هو اللي حرقها، اعترف بهالشيء بعد عام كامل. من الملاحظات الأخرى اللي بحب أحكيها أنه بعض المصادر بتحكي أنه صارت عنده حالة الغضب لما هي طالبت بالطلاق، مش لأنه طلبت منه علاقة حميمة زي مصادر أخرى. هلأ اختلاف المصادر لا يلغي أنه هو دخل بحالة من الجنون ونفذ جريمة بشعة، واضح أنه هو بخطط إلها من فترة طويلة. وكانت هاي نهاية قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وأكيد أكيد لو عجبتكم ما حتنسوا اللايك والاشتراك في القناة. إلى اللقاء حبايبي.